يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شو ما تذكرتني؟ لا عدم مؤاخذة ما تذكرتك. أنا من زمان جيت لعندك مشان أشتري مكتب هندسي. ها إيه إيه هلا تذكرتك. سمعت من مدة إنه المكتب لسه ما انباع، يعني لسه على حاله، فأجيت لأتأكد صحيح هالشي؟ يا سيدي المكتب انباع، بس لسه ما انشغل. ما فهمت عليك. يعني من يوم اللي إجيت حضرتك شفته إجا واحد زلم اشتراه، لساته مسكر لحد هلا وما حدا فتح بابه من هداك اليوم. ويا ترى بتعرف لي مين اللي اشتراه؟ اسمه الدكتور سليم عبد الهادي، وكتب المكتب باسم ابنه. بابا؟ أبوك؟ معقول يكون اشترى لي المكتب هدية؟ الكتاب؟ ولدي العزيز، أحمد الله على نجاحك الباهر والذي جعلني فخورا بك بين زملائي وأصدقائي. لا يمكنك أن تتصور مقدار فرحتي عندما زارني عميد كليتك في مكتبي ليقدم لي التهنئة بنجاحك ونيلك درجة متفوقة. وأنا أمام هذا التفوق وأمام هذا النجاح لا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين وأبدد حلمك المشروع باقتناء ذلك المكتب. فما كان مني إلا أن أسرحت إلى القرية وقمت ببيع قطعة الأرض، ثم اشتريت بثمنها المكتب الذي طالما حلمت به. ولدي العزيز، أرجو أن تقبل مني هذه الهدية إلى جانب كتاب المدينة الفاضلة، راجيا من الله تعالى أن تكون فاضلا في حياتك وتخدم الآخرين بإخلاص. والدك سليم عبد الهادي. ملاحظة، يوجد مع الرسالة عقد استملاك المكتب الهندسي. رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك.